بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ويوم جديد من هذا الشهر الفضيل. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا دائما. حاول نقول هذا الدعاء وندعي فيه في خصوصا في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم. دائما نقول اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإن شاء الله يعني رب العالمين يعفو عنا ويعتق رقابنا إن شاء الله من النار خلال هذا الشهر الكريم والفضيل لله. في كل ليلة عتقاء من النار، إن شاء الله إحنا نكون من ضمن عتقائه من النار. وأكيد نذكر ودائما نقول إن خلال العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر، فإحنا نستغل كل ليلة ونحاول إن نقوم الليل ونحاول إن نسوي كل العبادات اللي نقدر عليها، لأن أكيد من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإحنا دائما نذكر ودائما نقول إن باقي أيام بسيطة جدا على نهاية هذا الشهر الكريم، فإحنا نستغلها بكل خير وبكل طاعة. والله يعني يعيد علينا هذا الشهر الكريم بالخير والصحة واليمن والبركات. وأكيد احنا وياكم في برنامج صناديق، نذكركم ان احنا معاكم دائما بعد اذان المغرب، تتصلون على الرقم 44-333-444. ومثل ما عودناكم وأكيد نقول لكم ان عندنا خمس صناديق، أكيد عندنا صندوق الزكاة وصندوق الوقف وصندوق القرآن وصندوق الشخصيات وصندوق الحديث. في كل صندوق سؤالين، تتصل تختار الصندوق اللي تبيه، وبعد ما تختار نعطيك سؤال سهل أكيد تجاوب على السؤال وتربح 1500 ريال من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. خلونا نستقبل معاكم أول اتصال ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعافيك، منو معاي؟ معك أم مالك. أم؟ مالك. أم مالك، أم مالك اختاري لنا صندوق. صندوق الشخصيات. صندوق الشخصيات، السؤال يقول من هو النبي الذي لقب بروح الله أو بروح الله؟ إلياس عليه السلام، ذو الكفل عليه السلام، عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام. أم مالك ما حسيت أن أنت فكرتي شوي معانا؟ يعني هل عندك هذه المعلومة من قبل ولا اختيار عشوائي؟ يعني بناء على أن سيدنا عيسى عليه السلام هو فعلا روح الله. عيسى عليه السلام روح الله، وأكيد إجابتك ما نقدر نقول شيء، يعني أكيد أنا عندك هذه المعلومة من قبل، فإجابتك صحيحة أم مالك. شكرا لك على اتصالك، ونستقبل اتصال ثاني ونقول ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ وائل. وائل، أخوي وائل اختار لنا صندوق. صندوق الشخصيات. صندوق الشخصيات بعد، وسؤالك في صندوق الشخصيات يا وائل يقول من هو النبي الذي يلقب بخطيب الأنبياء؟ صالح عليه السلام، شعيب عليه السلام، هود عليه السلام. شعيب عليه السلام. منو؟ شعيب عليه السلام. شعيب قلت؟ يعني مش صالح؟ لا. ولا هود؟ لا. وائل كم عمرك؟ 13. جاوبت بروحك ولا في حد ساعدك؟ الوالدة ساعدتني. الوالدة ساعدتك، والوالدة متأكدة أكيد النبي الذي يلقب بخطيب الأنبياء هو شعيب عليه السلام. إجابتك صحيحة يا وائل، شكرا لك على اتصالك. وخلصنا معاكم من صندوق الشخصيات أول اتصالين، اختاروا صندوق الشخصيات. باقي عندنا أربع صناديق، الحديث والقرآن والوقف والزكاة. نقول ألو، السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ إيمان. إيمان؟ أيوة. أي أختي إيمان اختاري لنا صندوق. القرآن. صندوق القرآن. سؤالك في صندوق القرآن يقول ما معنى كلمة البروج في سورة البروج والسماء ذات البروج؟ هل هي قصور عالية، بروج المراقبة، منازل الشمس والقمر؟ أول إجابة كانت إيه؟ قصور عالية،
بروج المراقبة ولا منازل الشمس والقمر؟ القصر العالي. باقي عندك يا أختي ما 20 ثانية أفكر شوي. ها القصر العالي منازل الشمس والقمر. منازل الشمس والقمر. إنزين ليش قلتي الحين منازل الشمس والقمر؟ ليش ما ثبتتي على قصور عالية؟ خلاص خلاص خلت على منازل الشمس والقمر، لأن منازل الشمس والقمر إجابة صحيحة. وعلى السماء ذات البروج، واليوم الموعود البروج معناها منازل الشمس والقمر. نستقبل اتصال ونقول ألو، السلام عليكم. هلا أخي. عليكم السلام. أهلا وسهلا، منو معاي؟ أم عبد الهادي. أم عبد الهادي، أم عبد الهادي، اختاري لنا صندوق. الزكاة. صندوق الزكاة، وسؤالك في صندوق الزكاة يقول: ما حكم نقل الزكاة عن فقراء البلد إلى غيرهم؟ يحرم نقلها، يجوز، أو يجوز إن لم يجد أحدا يأخذها؟ ها حكم نقل إيه شنو؟ يجوز إن لم يكن أحدا يأخذها. يجوز إن لم يجد أحدا يأخذها. حكم نقل الزكاة عن فقراء البلد إلى غيرهم. متأكدة يا أم عبد الهادي؟ إن شاء الله. بنثبت، باقي 15 ثانية تقريبا. خلاص نثبت؟ إن شاء الله. إن شاء الله، وإجابتك صحيحة يا أم عبد الهادي. شكرا لك على اتصالك. نذكركم مشاهدينا الكرام، 4-4-3-3-3-4-4-4 هو رقم الاتصال، وأكيد إحنا وياكم ننتظركم، ونقول لكم على كل سؤال 1500 ريال من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. عندنا اتصال ونقول ألو، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ محمد. محمد، أخوي محمد، اختار لي صندوق. باقي صناديق. باقي عندك الحديث والقرآن والوقف والزكاة، بس صندوق الشخصيات اللي راح. الحديث. الحديث، سؤالك في الحديث يقول، في حديث يقول طبعا: ويل للأعقاب من النار. معنى الأعقاب: باطن القدم، كعب القدم، بين الأصابع. ويل كعب القدم. لحظة، خلني أشوف السؤال. ها يلا باطن شوف. باطن القدم، كعب القدم، بين الأضلاع. يلا. كعب القدم. كعب يعني مش باطن القدم؟ أنا ظننا كعب القدم. كعب القدم. طيب أخوي محمد، يعني ما بقى إلا يمكن 5 أيام على نهاية هذا الشهر. نعم. استغليتها أحسن استغلال قدرت عليه؟ إن شاء الله، بإذن الله. إن شاء الله، الله يتقبل منا ومنك إن شاء الله صالح الأعمال. وكعب القدم إجابة صحيحة، معنى الأعقاب. وأكيد معاكم مشاهدينا الكرام، نحاول نستغل ما بقى من هذا الشهر أفضل استغلال. وأكيد يعني يمكن الأيام اللي طابت إذا كنا مقصرين، نحاول خلال الأيام الباقية أن نزيد في الطاعات أكيد. وحن نستقبل اتصال نقول ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ مكي مجاهد. مكي مجاهد. مكي مجاهد، أخوي مكي، عاشت الأسامي. اختار لي صندوق، عندك الحديث والقرآن والوقف والزكاة. صندوق القرآن إن شاء الله. صندوق القرآن، يقول لك صندوق القرآن: ما معنى كلمة فكهين؟ هل هي فرحين باستخفافهم بالمؤمنين، نادمين ومتحسرين، مازحين وساخرين؟ الآية تقول، بس ذكرني بالآية وأنا يمكن أجاوب. والله ما تحضرني الآية تبي الصراحة الحين، ولكن عطني إجابة وأنا بتناقش معاك، بساعدك يعني أكيد. فرحين باستخفافهم بالمؤمنين. فرحين باستخفافهم بالمؤمنين، يعني مش نادمين ومتحسرين. نادمين ومتحسرين. لا 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 لا، خليك على فرحين واستخفاف. صحيح صحيح، لا لا، مش نادمين. ها فرحين. نعم. فرحين، إجابتك صحيحة أخوي مكي، شكراً على اتصالك، يعطيك العافية. ربحت 1500 ريال من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ما تحضرني الآية، ولكن فكهين معناتها فرحين وباستخفافهم بالمؤمنين. نستقبل اتصال، عندنا اتصال نقول ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ كريم. كريم، كريم كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، زين كريم، جاهز لأسئلتنا؟
إيه؟ يلا اختار لي صندوق، عندك الزكاة والوقف والشخصي والحديث. الحديث. الحديث، يلا نشوف سؤالك في صندوق الحديث. يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. شنو معنى رغب؟ تركها زهدا فيها، أحبها وعمل بها، كفر بها. كفر بها. شوف عندك حد يناقشك يا كريم، تناقش مع حد حذاك؟ تركها زهدا فيها. تركها زهدا فيها، معنى رغب، رغب عن سنتي فليس مني. وإجابتك يا كريم إجابة صحيحة. لازم تتناقش مع الناس اللي حولك على أساس أنه تعطينا الإجابة الصحيحة. وأكيد خلصنا من صندوق الشخصيات، وعندنا آخر اتصال نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ مريم. مريم، أخت مريم، اختارين لصندوق. باقي عندك صندوقين بس، الوقف والزكاة. أي صندوق تبين؟ الوقف. الوقف، يلا نشوف صندوق الوقف. يقول: بماذا يثبت الوقف؟ بالنية ولا بكتابة العقد ولا بكتابة الوصية؟ سمعينا من التليفون يا مريم وعطينا إجابة. عطيني إجابة. بكتابة العقد؟ لا، فكري 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 شوي، فكري. يلا باقي 20 ثانية، أعطيني إجابة ثانية. الوصية. يلا تحت اسمك شنو مكتوب تحت اسمك؟ النية. النية، إجابتك إجابة صحيحة. النية يثبت الوقت طبعا بالنية. شكرا لك يا مريم، يعطيك العافية. وأكيد نقول لكم مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. ننتظركم بكرة في حلقة جديدة. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله يعني دائما نستغل هذا الشهر بالخير والطاعة. انتظرونا بكرة في حلقة جديدة من برنامج صناديق، ومع السلامة.